اليوم أخيراً رح أحكي لكم عن موضوع المنح في أمريكا لأي حدا حابب يتعلم في أمريكا، لأنه هو موضوع كتير معقد وما في عنه كتير معلومات بالعربي أو معلومات بشكل عام على الإنترنت. فأنا رح أعملكم هذا الفيديو عشان تعرفوا بالضبط كيف تقدموا لمنح، كيف تروحوا أمريكا وتحصلوا على financial aid, financial help وتقدروا إنه تدفعوا لجامعات أمريكا. لكل حدا اللي بيتعلم بأمريكا أو حابب يتعلم بأمريكا وعمل بحث بيعرف إنه جامعات أمريكا كتير غالية وكتير صعب إنه الواحد يقدر يدفع حقها. أوكي سوري بس جبنا كلب جديد وهاد صوته قاعد يبكي لأنه مربوط. هلا أنا رح أحكي لكم عن عدة طرق اللي ممكن تساعدكم إنكم تدفعوا قسط الجامعة في جامعة أمريكا، بس إنه ممكن إنتوا تخلطوا بين هاي الريسورسز المختلفة، الطرق المختلفة، مش شرط إنه بس طريقة واحدة تستخدموها. التقديم لمنح بينقسم لإسمين أكتر إشي. الاسم الأول هو إنه تحصلوا على مساعدة مالية عن طريق الجامعة اللي إنتوا عم بتقدموا إلها، والطريقة الثانية هي إنه تحصلوا على مساعدة مادية من إشياء من خارج الجامعة، يعني businesses, organizations, government، كل الريسورسز المختلفة. فخلينا نبدأ أول إشي في طريقة عن طريق الجامعة. لما أنتوا بتقدموا على الموقع للجامعة اللي أنتوا عم بتقدموا إلها اللي تتعلموا فيها، فهناك ممكن تطلبوا إنه أنتوا بتحتاجوا لمساعدة إنه تدفعوا حق القسط. أغلب الجامعات وخاصة الجامعات الكبيرة اللي معها مصاري كفاية بتقدم منح للطلاب، مش شرط إنه أنتوا تحصلوا على منحة كاملة، ممكن يعطوكم قسم من المنحة. فأنتوا لما تقدموا للجامعة عادة دغري بتقدموا لمنحة أوتوماتيكلي، يعني مش ضروري إنه أنتوا تحكوا إنه أنا بدي منحة. الجامعة بتحلل عن طريق شو احتياجاتكم، فأنتوا لما تقدموا على الإنترنت بتقدموا إيش البنك تبعكم قدم معكم مصاري، فالجامعة نفسها بتقدر إنه تحلل قديش أنتوا بتحتاجوا مصاري إذا أنتوا بتحتاجوا منحة. وكل جامعة لها طريقة مختلفة إنه تعطي مساعدة مالية. في جامعات بتقدر إنها تعطي منحة كاملة لكل القسط، في جامعات بتعطي قسم، في جامعات بتعطي حسب الاحتياجات، في جامعات بتعطي حسب اللي بيجي بالأول بياخد أكتر أو بيعطوا أولوية. فأنا بنصحكم أول إشي تعملوا هو إنه لما تقدموا للجامعة تعملوا إيميل للفاينانشال أوفيس في الجامعة تبعتكم، ابعتوا لهم إيميل اسألوهم عن المنح، كيف بيعطوا منح، كيف ممكن إنه أنتوا تقدموا لفاينانشال إيد. هلا إذا الجامعة أعطتكم منحة كاملة good for you، مبروك. بس إذا الجامعة ما أعطتكم منحة كاملة ففي أشياء خارجية من خارج الجامعة ممكن تقدموا لها وتبحثوا عنها. وهلا رح أحكي عن الأشياء اللي من برا الجامعة. مرات على موقع الجامعة بيكونوا كاتبين مصادر مختلفة على الموقع تبعهم اللي انتو ممكن تبحثوا فيها وتحصلوا على منح على scholarship من خارج الجامعة. هلا اذا الجامعة مش معطيتكم هاي الليست او المصادر المختلفة، ممكن انه انتو تعملوا جوجل تكتبوا scholarships for international students ويطلع لكم ليست او قائمة كتير كبيرة لاشياء اللي ممكن انتو تبحثوا عنها. فهاي عادة المنح بتكون معطية من جمعيات مختلفة او من بزنسز او من الدولة تبعتكم. فعادة هاي المنح بتكون يا حسب المنطقة اللي انتو موجودين فيها، يا حسب العلامات اللي انتو بتحصلوا عليها، او حسب المجموعة اللي انتو بتنتموا إلها، يعني minority groups. اذا انتو من مجموعة اقليات فممكن تلاقوا جمعية اللي بتعطي مصاري لهاي الفئة من الناس، او ممكن تحصلوا على منح حسب الموضوع اللي انتو حابين تتعلموه او الصنعة اللي انتو حابين تشتغلوا فيها. هلا انتبهوا لشغلة المتطلبات. في منح بتعطى بدون ما يتوقع منكم انكم ترجعوا اي اشي معين، بس في منح مثلا ممكن تطلب منكم انه انتو لما تخلصوا الدراسة ترجعوا على دولتكم وتشتغلوا فيها، او ممكن يعطوكم requirements تانية. فدايما اقرأوا وانتبهوا ايش التقديم لهاي المنحة واخدها بيتطلب منكم بعد ما تتخرجوا او خلال الدراسة. مصدر كتير منيح انه تطلعوا عليه لهاي المنح اللي من خارج الجامعة هي الـ US Embassy في الدولة تبعتكم.
عادة الـ US Embassy بيعطوا منح أو exchange programs إنه أنتوا تتبدلوا مع طلاب في أمريكا لتقدروا تتعلموا في أمريكا، وهاي البرامج عادة تعطى عشان يحسنوا العلاقات بين الدولتين أو عشان تكون لتطوير الدولة نفسها. ففي أسباب مختلفة فطلعوا على هيك برامج، وممكن تلاقوا هاي البرامج على موقع الـ US Embassy في الدولة تبعتكم. الـ US Embassy يعني سفارة الولايات المتحدة في الدولة تبعتكم. كمان مصدر منيح تطلعوا عليه هو الدولة تبعتكم نفسها، فممكن الدولة تعطي منح للطلاب يتعلموا في أمريكا. كمان ممكن شركات في الدولة تبعتكم أو جمعيات في الدولة عم يعطوا مصاري عشان طلاب من هاي الدولة يتعلموا في أمريكا. بس كمان انتبهوا للمتطلبات تاعت هاي المنح، لأنه مرات بيطلبوا منكم إنه بس تخلصوا التعليم ترجع دغري على الدولة وتشتغلوا فيها. هلا إذا طلعتوا وبحثتوا عن scholarships وطلعتوا على المصاري اللي بتعطيها الدولة وسفارة الولايات المتحدة وما لقيتوا برنامج أو منحة اللي مناسبة إلكم وما قدرتوا تاخدي على أي منحة أو تحصلوا على أي منحة من الجامعة، إشي اللي ممكن تقدروا إنكم تعملوه هو إنه تاخدوا قسط من البنك loans اسمها، وهذا الإشي اللي أغلب الطلاب في أمريكا بيعملوه. في كمان شركات مختلفة اللي هي مخصصة إنه تعطي منح للطلاب، بس انتبهوا إنه هاي المصاري اللي انتو بتاخدوها لقسط الجامعة لازم ترجعوها للبنك وللشركات، وعادة عليها interest ولازم حتى ترجعوا مصاري أكتر من شو أخدتوا. فانتبهوا إنه تدوروا على قسط اللي تاخدوه اللي عليه interest كتير واطي عشان ما تدفعوش كتير بس تخلصوا. وآخر شيء ممكن تعملوه عشان تقدروا تدفعوا مصاري الجامعة هي إنه تشتغلوا وإنتوا عم تتعلموا. ممكن تشتغلوا part time لما تروحوا على الجامعة في أمريكا، مسموح إنكم تشتغلوا في الجامعة نفسها. أنا هيك بعمل، بشتغل مع إنه معي منحة كاملة ومش بحاجة إنه أدفع على الجامعة نفسها، بس كمان عندي طبعاً مصاريفي الخاصة، فأنا بشتغل على جانب وأنا عم بتعلم عشان أقدر إنه أصرف على حالي. فانتو اذا ما حصلتوا على منحة واحدة كاملة اللي تغطي كل الاشياء مع السكن مع الكتب وكل الاشياء اللي هي موجودة في امريكا، فممكن انه تجمعوا كل هاي المصادر مع بعض وتحصلوا على منح قد ما بتقدروا. هلأ بدي احكي لكم شوي عن المصاريف في امريكا وشو تتوقعوا. اول شيء قلنا انه مصاريف قسط الجامعة كتير عالي، تقريبا $50,000 في السنة هو قسط جامعة في أمريكا من الجامعات الخاصة والمنيحة مثل هارفارد، MIT والجامعات الكبار، وكمان الجامعات الخاصة الأصغر قسطها هيك أو أكتر. إذا بتروحوا على جامعة public ممكن إنه القسط يكون أقل. هلأ قسط السكن في أمريكا كمان غالي، بس طبعاً الإشي بتعلق بالمنطقة اللي انتو ساكنين فيها. إذا انتو قررتوا تسكنوا وتتعلموا في مدينة مثل بوسطن أو نيويورك فطبعاً القسط كتير كتير عالي، بس إذا بتدوروا على بلاد صغيرة اللي هي مش كتير attractive أو كتير كبيرة فالقسط أقل. إذا بدي أعطيكم مثال على بوسطن اللي هي مدينة فيها كتير طلاب وغالية نسبياً، فالقسط تقريباً أرخص إشي ممكن تلاقوه هو $1,000 بالشهر. هلأ من ناحية المصاريف اليومية فهي إشي مش غالي، الأكل كتير رخيص بأمريكا، الأواعي، القهوة، كل إشي يوم يوم أنتم ممكن تستخدموه هو إشي رخيص ومش غالي. الأشياء اللي كتير غالية كمان تشمل الـ insurance، الـ health insurance، يعني إذا أنتم بدكم تأمين الصحة هو غالي، بس مرات الجامعة تضمن تأمين الصحة فمش داعي فيش داعي أنكم أنتم تدفعوا عليه. وكمان شيء غالي في أمريكا في الجامعات هو الكتب. الكتب كتير غالية، فأنا دايماً بنصح إنه تطلعوا على الإنترنت بالأول تلاقوا إذا في هاد الكتاب موجود على الإنترنت ببلاش. أغلب المرات خاصة للكمبيوتر ساينس بتلاقوا إشياء ببلاش على الإنترنت PDFs، ففيش داعي إنكم تشتروه. بس في كورسز وخاصة بالبزنس بخلوكم إنكم تدفعوا على الكتب، والكتب غالية. كنت مرات
أدفع الكتاب الواحد $200. So هاد هو، بتمنى ما أكون نسيت إشي مهم. إذا عندكم أي سؤال بتحبوا إنه أجاوب عليه اكتبوا لي في الكومنتس أو ابعتوا لي على الإنستغرام lina.gh13، وكمان تابعوني على الإنستغرام وحطوا لايك للفيديو إذا حبيتوا، ونشروا مع أصحابكم، وكمان اعملوا لي سبسكرايب، اشتركوا في قناتي ويكبسوا على كبسة الجرس، اتطلعوا على الكيبورد اللي شريته جديد. إذا حبيتوا وبدكم تشتروا زيه فراح أحط لكم الرابط تحت، شريته من أمازون، ممكن إنكم كمان إنتوا اتوصوا عليه وتشتروا. And that's it guys، كالعادة I love you guys and see you next time.